اي الله سي عنده يس الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا مكون الكون بكونه ويا مدبر حركاته وسكنته، نسألك باسمك العظيم الذي به تحيي الموتى وبه تعز من تشاء وبه تجل من تشاء، أن تجعل لنا فراجا ومخراجا بجاهك يا بصير يا حليم. بحق لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أيها الحضور الكريم، أولا شكرا لكل من ساهم من قريب ومن بعيد في إنجاح هذه التظاهرة، ونحن نعيش اليوم الختامي من فعاليات الموسم السنوي سيدي خلوف للجماعة الترابية وولا. شكرا للسيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الزلال، السيد قائد قيادة وولا، السيد رئيس المجلس الجماعي لوولا وكل أعضاء المجلس كل باسمه وصفته، السادة عناصر الدرك الملكي، القوات المساعدة، الوقاية المدنية وكل مستخدمي الجماعة الترابية لوولا. تحية خاصة وشكر خاص لكل خيالة كل بردية لتحملوا على السفر من مقر سكنهم باش يأتوا معنا هذا الفضاء المفتوح، فضاء محرك التبوريضة للجماعة الترابية لوولا. إذا كان ذكر الحضور الكريم بالنسبة لليوم إن شاء الله، كما قلنا البارح حبسنا في رقم 25، غادي نبداو من رقم 26. وكان ذكر الخيالة البردية أن التبوريضة مستمرة صباحا مساء، يعني غادي نبداو اليوم حتى ديك 12 صباح الكوك غادي نحبسو، وغادي نبداو كما العادة مور العصر حتى المغرب إن شاء الله. إذا الخيالة مرحبا بكم، جميع السربات اللي حاضرين مرحبا بكم، البارود راه موجود والحبة موجودة، يعني كل شيء كاين، تبوريضة مستمرة اليوم طيلة هذا اليوم إن شاء الله، فمرحبا بالجميع. إذا كنذكر لحظات غادي نبداو من رقم 26، ريتما يعمروا الخيال البارود يكونوا موجودين، نبداو الترتيب مباشرة. وما ننساوش من طبيعة الحال نشكروا كاع الجمهور اللي حاضر معنا البارح، سواء في الفضاء ديال التبوريضة ولا في فضاء السهرات، الناس ديال وولا، وكذلك الناس اللي جاوا من كل الدوائر المجاورة، وكذلك الناس اللي جاوا من كل المدن المغربية اللي حاضرين معنا. وتحية خاصة للناس اللي كيتابعونا عن بعد، اللي كانوا كيتابعوا المباشرات من هنا من محرك وولا. وكذلك بغيت نوجه واحد التحية كبيرة للناس اللي دائما كيتواصلوا معايا عبر الفيسبوك على الصفحة الشخصية حمادة أنيماتور ميكرو وحمادة أنيماتور ميكرو أوفيسيال. وما تنساوش تابونوا معنا في القناة ديالنا على اليوتيوب حمادة أطلس تي في. ومن طبيعة الحال تحية خاصة لكل جنود الخفاء وكل الناس اللي كيساهموا من قريب ومن بعيد في إنجاح التظاهرة، وتحية خاصة دائما للأخ هشام في الهندسة الصوتية والتوزيع الموسيقي. وبغيت نوجه تحية خاصة دائما للبردية والخيالة، لأنهم صراحة لولا الوجود ديالهم ما غاديش يكون عند عدد كبير ديال الجمهور، لأنهم كيتحملوا على السفر من المناطق فين ساكنين باش يجيو يفرجوا الجمهور اللي حاضر معنا. انتم شفتوا البارح جمهور قياسي كان حاضر في اليوم السبت، واليوم هو اليوم الختامي. وكنذكر مرة أخرى أن التبوريضة مستمرة صباح وفي العشية. إذا تحية طيبة مرفوقة بكل ما هو جميل لكل حضور الكريم. غادي ناخذوا فاصل ونمشيو مباشرة للترتيب.